يا رب ما حدا يهز لي بدني اليوم، يا رب ما حدا يهز لي بدني اليوم. خلونا نرجع لموضوعنا. خلصنا بهديك الحلقة عند السحور. أما سحور رمضان، شو بيكون موجود على صفرة السحور؟ السحور السوري المعروف يلي هو لبنة، جبنة، زيت وزعتر، يعني لأختصر لكم إياها حواضر بشكل عام. وفي منهم يلي بيحط معجنات، وأكيد ما بنصحكم بالمعجنات لأنه بتعطش. وبتلاقينا كلياتنا قبل ما يقعدنا الصبح راكدين وعم نشرب لترين ثلاثة مي. طبعا شو بنكون مفكرين إنه هي المي هي اللي بتخلينا إنه نحنا ما نعطش بقلب اليوم. على فكرة جسمك رح ياخد حاجته من المي ويطلع الباقي لبرا. خلونا بالمهم، اجينا مسحراتي وفيقنا وتسحرنا ونمنا، وخلونا ننسى فكرة انكم بتناموا للمغرب. اجا وقت المغرب يلي هو وقت الافطار، هون بتبلش الاكلات الطيبة بالمطبخ السوري. كمان وقت الافطار بيتم الاعلان عنه بطريقة مميزة وخاصة جدا ما منشوفها الا برمضان يلي هي مدفع رمضان. ولمعلوماتكم بالشام ما كان في غير مدفع واحد موجود بجبل قاسيون، بس بعدها ومع التوسع العمراني صار في اكثر من 17 مدفع متوزعين بالشام. وطبعا كل حاره كانت بهداك الوقت هي المسؤوله عن المدفع اللي موجود عندها. اشينا هلا لاكثر شغله بحبوها الصائمين بشهر رمضان، طبعا اكيد مائده الافطار. مائده الافطار السوريه شي فاخر على الاخر. مائده الافطار بسوريا بتختلف من محافظه للثانيه، بس الشيء الموجود على مائدة الإفطار يلي بيجمع كل هاي المحافظات يلي هو على سبيل المثال شوربة العدس أو شوربة الشعيرية وصحن الفول والفتة والتسقية. والله جعت على هذا الحديث. وما فينا ننسى مشروبات رمضان يلي هي التمر الهندي وعرق سوس وأمر الدين. أمر الدين بثواني، تتذكروا هاي الدعاية؟ هاي الأكلات والمشاريب تقريبا بنشوفها بكل يوم من أيام رمضان على مائدة الإفطار. اما بالنسبة للأكل فمثل ما ان الأكل بيختلف من محافظة للتانية، على سبيل المثال منلاقي بالشام الشيش برك والأوزي وأكلات الفاصولية مع اللحم الشقف والرز. اما بالساحل السوري بسوريا، بما انه قلنا الساحل السوري فيعني أكلات السمك يلي هي الصيادية او السمك الحرة. اما بحلب، حلب ام المحاشي والكباب، كل الأكلات الطيبة اللي ممكن تخطر على بالك بتلاقيها بحلب. من هدول الأكلات كبة مشوية وكبة مقلية وكبة سمائية وكل الكبب اللي ممكن تخطر على بالك وكل المحاشي أكيد. وأجواء مدينة حلب برمضان كمان بتختلف عن أي مدينة تانية. بتروح لهنيك بتشوف الناس منتشرة بخان الجمرك والأسواق الشعبية اللي موجودة بحلب، وبالليل بتلاقي الناس منتشرة بشوارع حلب. يا أخي حلب غير. أما إذا بنحكي عن المحافظات الشرقية الشمالية بسوريا مثل الرقة ودير الزور والحسكة، فبتميزوا بأكلات الرز مع اللحم بالسمن العربي. هي الأجواء طبعاً ما بتكمل هنيك إلا إذا في قاعدة عربية مثل القاعدة اللي شايفينها قدامكم بالصورة. كل منطقة بسوريا إلى هويتها الخاصة، حتى الحلويات بسوريا إلى نكهة خاصة مثل النابلسية والمدلوقة والقطايف عصافيري، وأطيبهم طبعاً الهريسة النبكية. الهريسة النبكية ما في بعد هريسة. الهريسة النبكية اللي أغلبكم بسميها نمورة، حبيبي هي مو اسمها نمورة، بما أنه هي من النبك وبالنبك بسموها هريسة فهي اسمها هريسة. والكناف السورية والمعروك السوري والناعم. الناعم؟ ايه الناعم، ليش استغربت؟ طبعا اغلب الناس بسوريا ما بتعرف شو هو الناعم. الناعم هو الخبز المقلي اللي بنحط عليه دبس يلي موجود حاليا بالصورة قدامكم. هلا انا سمعت من رفقاتي انه الناعم ما له موجود غير بالشام. طيب بعرف انكم صايمين وماني حابب اني انا اطول عليكم، خلينا ننهي الفيديو هون ولقائنا بعد ما خلص بشوفكم بالفيديو الجديد. بالفيديو الجاي حنحكي عن الناس اللي بتصوم 21 ساعة وعن العادات الغريبة اللي موجودة بالدول الثانية بشهر رمضان تحديدا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تصيروا واحد من عائلتنا. بتمنى انه كلياتنا نوقف جنب بعض بهذا الشهر ونساعد بعض، في كتير ناس محتاجة. وقبل ما تفتح صفرتك تبع رمضان فكر انه في ناس ثانية ما عندها اكل وما عندها شرب، ممكن يكون قرايبك وممكن يكون جارك او اي حدا تاني. خلونا نوقف جنب بعض ونساعد بعض اقل شيء بهذا الشهر. وكل سنة وانتم سالمين. تشيرز.